case of sound waves striking the ear, they pass through the canal to the eardrum. From there, the sound waves are mechanically transmitted to the inner ear and amplified. In the inner ear, you can find the cochlea. The cochlea consists of three different canals. The middle canal is the organ of hearing and consists of sensitive hair cells. The hair cells can be stimulated electrically and forward the signal to the nerves and then onto the brain. In most cases of deafness, the hearing nerve still remains functional, but the hair cells have been damaged or even lost. In a cochlear implant system, sound enters a microphone and travels to an external mini computer called a sound processor. The sound is processed and converted into digital information. This digital information is sent over a transmitter antenna to the surgically implanted part of the system. The implant will turn the sound information into electrical signals that travel down to an electrode array inserted into the tiny inner ear or cochlea. الام يسرى اللوزي اللي عندها خبره حابه ان هي تشاركها مع الناس وعندها مطالبه بتوجهها لاولي الامر، مطالبه لها علاقه بالاطفال والاختبارات اللي بتتعمل وهم لسه حديثي الولاده، اللي ممكن تشيل هم وتشيل مشاكل كتيره مستقبليه ممكن تحصل. يسرى اللوزي، ده اكيد انت خبيره دلوقتي في كل الافلام الوثائقيه اللي لها علاقه بال انت قلتي لي انت ما كانش ينفع تكملي بسماعه عشان درجه السمع كانت ضعيفه جدا بالدرجه انه السماعه مش هتعمل اي مش ضعيفه، هو ما فيش خالص لانه عشان ما حد يسال هي ليه اختارت العمليه، هي مش اختارت، هو ده كان الطريق الوحيد قدامها. احنا هيبقى معانا مجموعه من الناس تكمل الهدف اللي يسرى عشانه بتطلع في التلفزيون وبتتكلم في الحكايه دي، التوعيه والمعلومه والاجابه على الاسئله. معانا دكتور محمد الشاذلي، رئيس وحده زراعه القوقعه في مستشفى وادي النيل ورئيس قسم الانف والاذن والحنجره بجامعه القاهره. اهلا بيك يا دكتور. دكتور محمد الشاذلي اتفضل. دكتورة أسماء عبد الحميد، أهلا وسهلا. دكتورة أسماء عبد الحميد، أستاذ مساعد التخاطب واستشاري زراعة القوقعة. باشمهندس أشرف إبراهيم، مهندس ومعاه ابنه ياسين، أهلا يا ياسين اتفضل. أنا كمان بحيي، أهلا يا ياسين، بحيي كل أعضاء مبادرة اسمعني، أهلا بحضرتك. انا هبتدي بالباشمهندس اشرف. اولا مامة ياسين فين؟ انا لوني انا اهلا اهلا زي حضرتك. انتوا عندكم نفس يعني عندكم خبره قريبه من خبره يسرى، بس انتوا سبقتوها. انتوا ياسين عنده كام سنه دلوقتي؟ ياسين عنده 6 سنين. عنده 6 سنين. كان التسلسل زي ما يسرى حكت ولا انتوا عرفتوا بدري؟ لا احنا اكتشفناها بدري بالصدفه كمان، يعني هي كانت صدفه ان هو كان ما سمعش صوت خبط جامد كده حصل جنبه. كان عنده قد ايه؟ كان عنده حوالي 9 شهور. فما اتخضش على الصوت لما سمعه. خبط ايه يعني؟ كان صوت ايه؟ صوت باب جامد، باب اتقفل جامد جدا. يعني كل اللي قاعدين كنا قاعدين ناس كتيره، فكلنا اتخضينا من صوت الباب، الا هو حتى ما يعني ما اتلفتش كده، ما اثرش انتباهه الصوت دوت. فطبعا الموضوع كان حاجه مش طبيعيه يعني. وكمان كان في صوت عياط، الصوت بتاعه وهو بيعيط كان مختلف عن اول ما اتولد. يعني كان صوته وهو بيعيط تحس صوته غريب، تخين قوي كده، يعني مش بيعيط زي طفل طبيعي. فمامته خدته مستشفى، عملت له مقياس سمع وكده، فقالوا لها لا، ما نسبه سمع ضعيفه. يعني انتوا كنتوا من الناس اللي تنبهتوا بسرعه، 9 شهور برضو وعملتوا الاختبار ده بدري. بدري طبعا. يعني هو اخوه ابراهيم فين؟ جوه. اهلا يا ابراهيم، ازيك؟ انا شفتهم قبل ما نيجي نصور يعني. يعني عندكم خبره اكتر في الاطفال،
قدرتوا تميزوا ما بين ردود فعل ابراهيم الاخ الاكبر وردود فعل ياسين. يعني اللي نفعنا ان ابراهيم كان هو الاكبر فطبعا الصوت كان مختلف تماما بين ابراهيم وبين ياسين، طريقه العياط، الانتباه للاصوات اللي حواليه، كل دوت طبعا خلانا يعني ازاي يعني ابراهيم ما كانش كده، طب هو ياسين ليه كده؟ بس فابتدينا بقى خدنا بعد كده بقى الخطوات اللي هي نسأل تحاليل، حط الموضوع بقى سيريس جدا، عياطه ونحيبه وكده وحبه ولا لا من الاول انتبهتوا انه العياط مش هيجيب فايده؟ هو في الاول طبعا كانت صدمه، في الاول طبعا كانت صدمه جامده، اكيد صدمه بس بعد كده انا ابتديت اتعامل مع الموضوع على انه طفل لابس نظاره، في اطفال بتلبس نظاره، ايه المشكله؟ برافو عليك. وعلى فكره يعني اللي خلاني اتقبل الموضوع بالشكل ده دكتور محمد، انت قلت له موضوع زي النظاره، هي زي النظاره دي حاجه، انما زي ما بقول تمالي من نعمه ربنا ان علاج الحاسه بتاعت السمع يمكن العلاج الوحيد للست حواس اللي عند البني ادم، يعني النظر في الفتره الاخيره ابتدوا يفكروا بطريقه قريبه شويه، يعملوا شبكيه كهربائيه للناس الفاقدين القدره على الرؤيه، انما السمع الابحاث ابتدت في السبعينات ازاي تعالجي الناس اللي عندها ضعف حسي عصبي في العصب، وابتدى حصل اي حاجه يقول لك احنا نعالج اي حاجه الا العصب، لو العصب حصل له حاجه ما نعرفش نتصرف بالظبط كده يعني يمكن لحد اواخر السبعينات ما كانش في حل ليها، لما ابتدوا يفكروا يعملوا زراعه القوقعة. ياسين انت عندك كام سنه؟ كليدو كي جي تو وانا اترجم بقى يعني طيب قول لي اخوك اسمه ايه؟ ابراهيم وباباك اسمه ايه؟ باباك اسمه ايه؟ عشر. اول طريق حل المشكله هو عدم الدينايل او النكران، انت لازم تعرف ان في مشكله، واي مشكله في الدنيا لها حل، اي مشكله في الدنيا لها حل، واذا ما كناش هنعرف نحل المشكله ممكن نتحايل على المشكله. ربنا من نعمه علينا اننا ادانا مخ وعقل اجتماعي يخلينا نتخطى اي حاجه، ده مش كلام الناس اللي بنشوفهم في الدنيا اللي عملوا تحديات وعباقره، هم اللي بيقولوا الكلام ده، مفيش مشكله ملهاش حل، واذا كان ملهاش حل فاحنا نقدر نتحايل عليها، وقدراتنا البشريه تقدر تعوض حاجات كتير. قد ايه الناس في مصر بيتاخروا في فكره اكتشاف ان في مشكله في السمع يا دكتور محمد؟ شوفي هو احنا عندنا يمكن في البلاد اللي هي فيها بيسموها ناميه عندنا مشكله السمعيه مشكله متفاقمه شويه، يعني لو حاولنا نقارن النسب نسبنا بالنسب العالميه يعني لو بتتكلم على الدول المتقدمه نسبه فقدان السمع من 1 في 2 في 1000 من حديث الولاده لما نيجي بلد زي مصر وتعمل فيها ابحاث يمكن على نطاق اضيق شويه، فبعض الاماكن اللي هي الحضريه نسبه فقدان السمع حوالي 3 ل 4 في 1000. اوف. لا ده هقول لك حاجه اوحش، يعني احنا اعلى من المعدلات العالميه؟ لا ده انا هقول لك حاجه اكتر من كده، حتت زي جنوب في الصعيد او جنوب مصر بتوصل 16 في 1000. 16 في 1000 اللي في عوامل كثيره جدا من فقدان السمع، يا اما حاجات ليها علاقه بحاجات وراثيه يمكن بتنعزل الصفات في زواج الاقارب وهي منتشره جدا في الصعيد، مشاكل ما حوالين الولاده، ما قبل الولاده واثناء الولاده وما بعد الولاده بيحصل مشاكل سمعيه برضه، قد يكون التهابات للام اثناء الحمل او في مشاكل اثناء الولاده، الصحه العامه، مشاكل الصحه العامه بوجه عام او ما بعد الولاده بالالتهابات المتكرره او الامراض الفيروسيه المنتشره، كل ده بيزود النسبه جدا، فبتوصل حوالي 16 في الالف. لو خدنا المتوسط 16 في الالف من حديث الولاده، لو خدنا المتوسط بنتكلم حوالي على 8 في 1000. لو انت تخيلتي انك عندك 2.5 مليون مولود سنويا، يبقى عدد اللي بيولدوا بضعف في السمع حوالي 20 ألف طفل. Thank you.
دلوقتي دكتورة أسماء، فهمت من تجربة يسرى إنه زراعة القوقعة على قد ما هي خطوة مهمة أو يعني هي الأساس لكل حاجة بعدها، إلا إنه موضوع التخاطب ده هو اللي بيكمل كل الموضوع. يعني الطفل ممكن يركب قوقعة ولو ما أخدش تخاطب يبقى كأنه ما عملش حاجة. تمام. هو التأهيل التخاطبي بيبدأ من قبل العملية عن طريق الوعي، الوعي بالمشكلة والوعي بإيه الخطوات اللي بعد العملية. بعد العملية بيبدأ الطفل يركب السماعة ويعمل لها برمجة ويبدأ يسمع. احنا وظيفتنا ان احنا نخلي الطفل يترجم اللي هو بيسمعه، يعني يترجم الأصوات دي الى كلمه. ازاي يعني ادي معنى؟ بادي معنى للاصوات اللي هو سمعها. هو دلوقتي سامع بس مش عارف الاصوات دي ايه. انا ابدا اعلمه ان الصوت قلم، ده الحاجه اللي هي بنكتب بيها. ماما يعني الشخص دوت، ماما بابا يبقى الشخص دوت. انا ببدا اعلمه اللغه استقبالي وتعبير. ازاي انا هفترض انه في حد في التلفزيون دلوقتي بيحاول يفهم اكتر لحاله قريبه منه، يعني اولا هو اللي بيركب قوقعه بيسمع الصوت زي ما احنا بنسمعه ولا بيسمعه الكترونيك ولا بيسمعه ازاي؟ هو الطفل الصغير بيسمعه بطريقه الكترونيك شويه، بس مخ الطفل الحمد لله في عندنا حاجه اسمها برين بلاستيستي اللي هي درجه تكيف المخ بيبدا يقربها جدا وتبقى زي السمع الطبيعي بالظبط. هو الطفل دلوقتي سامع ترددات او سامع اصوات. انا ببدا اعلمه تاهيل سمعي اللي هو يميز الاصوات دي عن بعضها، يميز الصوت ده عن الصوت دوت. ابدا بعد كده اعلمه كلمات، يتعلم الكلمات، يربط ان الكلمه دي بتاعه الشيء دوت، يعرفها استقبالي. أيوة يعني زي ما بنعلم طفل عادي الاول بالظبط. يعني بنعلمه الكلمات كانه طفل لسه مولود بيسمع، كانه يعني طفل عنده شهور لسه بعلمه بالظبط. الطفل وانس ركب السماعه بالظبط، وانس ركب السماعه كانه لسه مولود. ابدا معايا الخطوات تاهيل سمعي وتاهيل لغوي زي الطفل اللي لسه مولود بيسمع بالظبط. طيب زي الاطفال الصغيرين دايما بيقولوا ان لما بتكلم الطفل كتير وبترغي معاه كتير قدراته قدراته في التواصل وفي الكلام بتبقى تمام. اسرع. نفس الشيء بالنسبه للاطفال اللي ركبوا قوقعه بالظبط، لازم نكلمهم كتير. لازم نكلمهم كتير، ولازم حاجه اسمها تاهيل سمعي لان الطفل ده قعد فتره من غير ما يسمع، فلازم نعوض الفتره دي بتاهيل سمعي ونسمعه اصوات ونميز له الاصوات عن بعضها بحاجه اسمها تمييز سمعي وتاهيل سمعي احنا لازم بنعمله مع التاهيل اللغوي. ازيك يا جم؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت جايه مع مين النهارده؟ لا جايه مع مين؟ لا ما بقولكيش النهارده ايه. طب استني بس، انت جايه مع مين؟ جايه مع ماما ولا جايه مع عمو في العربيه؟ مع ماما. طيب انت بتعملي ايه في الحضانه؟ بتكلم وباخد ايه؟ تقسمه وباخد تخاطب. تخاطب. حلو جدا. وبسمع موسيقى. بسمع موسيقى مع عمرو. بس جنى ده فين يا جنى؟ جنينة الحيوانات. حلو قوي. ايه في جنينة الحيوانات؟ في ايه؟ في جنينة الحيوانات. ايه ده؟ يعني احنا سايبين كل ده وهنمسك في دي بس؟ طب قولي لي ده اسمه ايه اصلا؟ ايه دي؟ ده فيل. ده شباك. شاطر. فين؟ شاوري على فيل. ده ولا ده؟ فين فيل؟ فيل فين؟ فيل فين؟ ده اهو. الأطفال اللي بتتم عملية زراعة القوقعة بنجاح وبياخدوا تدريب التخاطب باستمرار، دول بيدخلوا فصول عادية خالص، زي يعني ما بيبقوش فصول خاصة. ده احنا بيدخلوا المدرسة عادي جدا. لو ما وصلناش لكده يبقى فشلنا. يعني أنا الهدف بتاعي عشان كده
احنا متعودين سنويا نعمل حفله سنويه للاطفال. فكره الحفله الاساسيه انه يشوف الطفل الطبيعي اللي اتطور في خلال 3 4 سنين دي ودخل، فيشجع بقيه الاهالي وبقيه الاطفال ان يوصلوا للمستوى ده. ياسين في مدرسه عاديه بعد ما قعد تدريب مكثف لمده سنتين دخل في بيسميها نورمال ستريم، ستريم العادي بتاع الاديوكيشن. فالهدف بتاعنا في الاخر انه يخش التعليم العادي. الحاجه اللي احنا كمان بنحاول نعملها نبتدي نعلمه ازاي يسمع مزيكا، ازاي يتفاعل معاه، ودي مراحل متقدمه شويه في خطوه لاحقه. لازم نوصل. انتوا بتسمعوا ياسين مزيكا دلوقتي ولا لسه؟ هو بيطلب لوحده، ما حد مش مستني حد يسمعه. والله بيسمع مزيكا بقى عربي ولا فرنجي ولا ايه؟ لا بيحب محمد منير. في اغنيه بقى لها فتره كده معلقه معاه كل ما يركب العربيه بتاعت شيرين اللي هي قله النوم. قله النوم وحاططها على التاب بتاعه كمان. حطيتها على التاب بتاعه وبيقعد يسمعها يشغلها، يعني ساعات يبقى في العربيه يقول لي اطفي الكاسيت صاحب مزاج يروح مشغل التاب بتاعه وحطه على ودنه كده وقاعد يسمع ويغني معاه. مزاج طبعا، فنان. بس انا سمعت انك يا ياسين بتلعب سبيد بول صح؟ المضرب. بتلعب بالمضرب ده في النادي ولا في البيت؟ في النادي. انا سمعت ان هو شطور ومتقدم جدا في السبيد بول يا باشمهندس صح؟ هو اللي هي الميني سبيد بول، ميني سبيد بتاعت الاطفال. بتاعت الاطفال. اخوه كان بيلعب، هو اخوه طبعا دخل الفريق فهو لسه عشان تحت السن فبيلعب في الميني سبيد بول. ممكن اسال حضرتك، متاكده ومتخيله احساس اي ام لما بيبقى ابنها عنده فسفوسه، مش مشكله يعني اي ام ابنها عنده اي حاجه صغيره قلبها بيتخطف وبتبقى قلقانه وخايفه وده من حقها، امتى ادركتي في اي لحظه من الرحله دي انه لا انا الحياه مش ما انتهتش، لا أنا احنا كويسين وابني كويس واحنا الحياه هنستمتع بيها احنا وياسين، في اي مرحله؟ لما حسيت ان في نتيجه بعد العمليه، بعد العمليه بتاعت ياسين وحسيت ان هو بيتقدم، لا قلت لا انا لازم اكثف ولازم اجي على نفسي اكتر. فابتدي نكثف كمان التخاطب بتاعه اكتر، ولما قرب سن المدرسه ابتدينا نقرب اكتر علشان ما يبقاش في اي فرق بينه وبين اي ولد في سنه او اي حد في الكلاس بتاعه، يعني اي حد من سن ياسين ما يعني ما يبقاش فيه هو اقل في اي حاجه، لا في الرياضه ولا في تعليم ولا يعني في اي حاجه، يعني درجات كويسه في المدرسه. الحمد لله ما شاء الله. طيب يسرى اللوزي، يعني الحمد لله انت من اسره ميسوره ومستوره، قولي لي وانت في رحله العلاج دي والعمليه والتخاطب والكشف قد ايه انت شايفه ان هي ممكن تكون مكلفه لحد موارده بسيطه او حد محدود الدخل؟ هو طبعا انا في كل خطوه كنت بقعد اتساءل، يعني الله يكون في عون فعلا اولا ما عندوش حتى من العلم ان هو يعرف يسال ايه، يعني حتى هو مهم قوي ان انا يبقى عندي الاسئله الصح اللي اسالها للدكتور، عشان يبقى عندي الاسئله الصح ما انا لازم اقرا ولازم اتكلم مع ناس شاطره وبتفهم. ففعلا يعني في اصلا كمان مشكله، انا اتكلمت مع اهالي كتير مؤخرا، بحاول اتعرف على مجتمع الاهالي اللي عندهم نفس المشكله. المشكله الاساسيه كمان بتقابلهم في قطع الغيار، يعني قطع غيار ايه بقى؟ الجهاز مكلف جدا، في البطاريه دي بتتشحن كل يوم، في كابل يعني يعني فيها كذا جزء. قطع الغيار دي عامله مشكله كبيره جدا للناس، لان حتى اللي عملوا العمليه مع التامين الصحي اللي بيغطي بيغطي جزء كمان من العمليه مش كلها، بيجوا بعد شهرين ثلاثه الكابل بيبوظ، البطاريه فيها حاجه. البطاريه دي مش المفروض ان في ضمان وكده ولا ايه؟ ضمان للعيوب الصناعه، انما ده مستهلكات، يعني تفرق سلكه اللي هو الكابل اللي هو بيوصل بين الجهاز ورا الودن والمغناطيس بيتقطع مثلا، طفلي انا عندي طفلي بيقرأ الجهاز نفسه، يعني في حاجات التأمين الضمان ما بيغطيهاش. يعني شوفي مثلا اشرف يعتبر من الاهالي اللي هم ملتزمين وابنه يعني محافظ على الجهاز، عنده تكلفه شهريه كنت لسه بتكلم عليه حوالي بالتدريب حوالي 2500 في الشهر. اوف تكلفه الجهاز مع التدريب مع الكلام ده،
دلوقتي مع زياده سعر الدولار طبعا هتزيد الاسعار دي كلها، لان في مستهلكات طبعا واسعار غاليه. انا دكتور محمد شاذلي، يسرى اللوزي قالت بصوت عالي جدا، صوت عالي وواثق وهادئ، يعني بعد تجربتها هي مش عايزه اي حد يقع في نفس اللخبطه اللي هي وغيرها وقعوا فيها، وقالت بشكل واضح ومحدد ان هي بتطالب بعمل اختبار السمع لكل المواليد اللي بيتولدوا في مصر. دي يعني ده نداء ومبادره مهمه جدا، هتوفر على الدوله قبل الناس تكاليف كتيره قوي. المهم قول لي ده شيء عملي ولا لا، ولا مثلا نلاقي مثلا حد التامين الصحي ولا وزير الصحه يقول لا هو انتوا فاكرين ان اي مستشفى في مصر ممكن تجيب الجهاز ده؟ معرفش. لا بصي، هي كان في محاوله من 8 سنين لعمل مسح شامل للاطفال اللي هم حديثي ولاد، في جهاز معين بيقدر يشخص الولد ده تقريبا بيسمع وما بيسمعش. لما بيقول تقريبا ما بيسمعش، بس انا على 6 اشهر واعمله اختبار اكثر تعقيدا، لان يقال او تبع الابحاث ان النمو الكامل للعصب السمعي بيتم على سن 6 شهور. يعني ممكن طفل على سن اسبوعين ثلاثه شهر شهرين ما يكونش بيسمع قوي، على سن 6 شهور بتبان قوي. فبيتعمل الجزء الاولاني اللي هو المسح بجهاز معين، وبنعرف الولد ده ما بيسمعش قوي. طب اعيده له بعد شهرين. بعد شهرين طبعا. اللي بتقول بتطالب بيه يسرى ده حاجه مستحيل تحققها؟ لا لا لا، موجود في كل دول العالم ما عدا احنا. يعني احنا حاولنا، بس استمراريه بتاعتها كانت صعبه، او عشان تطبقيها برضو احنا بنتكلم على براكتيكاليتي، انك انت هتروحي نجوعي تعمليها. يا رب هسال حضرتك سؤال، يا رب يعني هي قالت حاجه برضو ملفته جدا، قالت معلش ما هو احنا في حاجات تطعيمات محدده وما بنطلعش شهاده الميلاد لاولادنا غير لما بنستوفيها. بالزبط. هل ممكن نربطه بشهاده الميلاد ولا ده يبقى تكلفه على الناس؟ لا مش تكلفه عاليه جدا، اختبار بيخش 60 ثانيه او دقيقه، وجهاز مهما كانت تكلفته فهو بيوفر، والاختبار اجراءه ما هوش صعب، ممكن تقوم بيه حكيمه مدربه. انما ازاي تلتزمي او تلزمي الناس برضو في الاخر عشان ما يبقاش ورقه بتتملي يقول لك بيسمع وما بيسمعش، انك توصلي للنجوع وتعملي هذا الاختبار عشان نقدر بعد كده نحدد كام طفل ما بيسمعش وازاي نقدر نحل المشكله بتاعته. كل العالم ابتدى يعملها، كل الدول المتقدمه والبلاد العربيه معظمها بيعمل ده مانداتوري، يعني اساسي انه لازم يتعمل الاختبار اجباري، مسح اجباري عشان يعمل يتاكد ان الطفل بيسمع او ما بيسمعش. طب انا بس عايز اسال سؤال اخير لمبادره اسمعني، عايز اسالكم هو انتوا تواصلتوا ازاي، يعني عرفتوا ازاي يسرى اللوزي، والى اي مدى انتوا حاسين انه ممكن وجودها وهي بتتكلم من باب او من على ارضيه التجربه مفيد لحملتكم؟ هي عرفنا ازاي عن يسرى عندها المشكله دي بالصدفه، بس الإلهام جالنا من أشرف وياسين، قعدنا معاه سمعنا قصته، كانت قصة جميلة وفيها تفاؤل وأمل، وفي نفس الوقت برضو لما قعدنا مع يسرى ادتنا نفس الإيحاء، تفاؤل وأمل، وحسينا إن إحنا ممكن نعمل كتير قوي، وفي أمل، وفي أمل إن إحنا نوصل فاميليز اكتر، عائلات اكتر، ندعم العائلات. يعني انتوا اقنعتوا يسرى ولا هي جايه لكم مقتنعه جاهزه؟ لا انا جاهزه. انا عارف. طب خليني اقول على حاجه، التفكير الايجابي ده، التفكير المتواصل ده هو اللي بيخلي المشكله اللي انتوا شايفينها قد كده تبقى قد كده. هتفضل مشكله ومحدش فينا كامل، بس كلنا نقدر نكتر امكانياتنا ونكتر تواصلنا مع الاخرين الى ان نتجاوز مشكلتنا. انا بشكر حضرتك شكر جزيل يا باشمهندس، وبشكرك يا ياسين، بشكرك يا ياسين شكر جزيل، بشكرك دكتوره اسماء، دكتور محمد الشاذلي بشكرك شكر جزيل، وفخوره ان احنا عندنا جراحات دقيقه زي كده بتحصل في مصر بنجاح، عندنا اساتذه تخاطب يعني محترمين، سعيده بفنانه جميله خلقا وخلقة اسمها يسرى اللوزي. شكرا جزيلا لحضرتك.